قطر. عراب الفوضى، ندوة بالعاصمة البحرينية المنامة تكشف جرائم النظام القطري بالأدلة والأرقام. للأسف قطر مستمرة في الدوران حول الفلك الإيراني ومشروعها التوسعي من خلال التدخل في الشؤون الداخلية للدول. المشاركون عرضوا لتاريخ قطر في نشر الإرهاب. من أول يوم قبل يمكن 17 فبراير تدخل القوات القطرية برئاسة رئيس الأركان القطري ودعم التنظيمات المتطرفة، سواء كانت التنظيمات الإرهابية المدعومة من قبل النظام الإيراني أو التنظيمات التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين وغيره من الأيديولوجيات الأخرى، وتقديم الغطاء السياسي والإعلامي للجماعات الإرهابية. دعمه الآن الواضح للحوثيون الذين قاموا بهذا الانقلاب على الشرعية في اليمن. الحضور أكدوا أن تحرك الدول العربية كان ضروريا لاحتواء خطر النظام القطري على المنطقة. قطر ده فعلا تهديد للأمن القومي العربي، أنه قطر أصبحت هي الملاذ الآمن لكثيرين من المحررين ووجدوا هناك حاضنة لنشاطهم.